انت متخلي قضيه ممنوع، هذه منطقه زراعيه ممنوع تدخلها مواد البناء، والاجهزه الامنيه تصير باب رزق لهم، السيطره تنباع وتنشر بفلوس، بينما من تصير معالجات حقيقيه لمشاكل الناس ومصائبهم ممكن نعالج موضوع الفساد. اليوم مطلوب من سيد الشيع السوداني وتم اختياره وانتخابه على اساس انه شارك في كل الحكومات السابقه ودخل وزاره الماليه وزاره التجاره وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه والصناعه وغيرها، اضافه الى هيئات، والى هو كان قام يعني مقام محافظ. فهذه الخبره اليوم مطلوب من عده انه المرحله هذه القادمه تكون مرحله استثنائيه، والجهات اللي رشحوه واعدوه قالوا له يا بتوكل على الله، احنا ما نعترض، تريد تكافح الفساد عندك تغييرات تعديلات ولو ما يلتزمون، هم اكو عليه ضغط بخصوص